نستقبلوا مع بعضنا وباش نبقاو في الاغنيه التونسيه الفنان نور الدين الباجي والشاب سليم. اهلا بكم لورا. هاي شدك البلاصه شدك البلاصه باش نغنيو ومن بعد باش نحكيو. دونك عندنا غنيت يا زيتونه ويما الاسمر دوني الشاب سليم نور الدين الباجي.
زمان علاش علاش الباجي والشاب سليم يعطيكم الصحة. أحسنت. يعطيكم الصحة. نور الدين، كيفاش لقيت الشاب سليم؟ بالحق بالحق. اللهم صل على النبي. يعني نقولوا نحن
الشباب في تونس في الوقت الحاضر مش لاقي حظه. أنا استعدادي أني نقدم للشباب الممتاز، الراجل ممتاز يغني لابروف لابروف. الناس صفقت، حست بحاجة عنده الراجل هذا حاجة. هذه شهادة، هذه اسمعني، هذه شهادة وتعلقها جورج هكا، تعلقها لهنا. شاب سليم قل لي شنو يعني لك انك تقف اليوم قدام هرم؟ انا نعتبره هرم، اولا هرم مدرسة وعلامة وموسوعة مميزة في تاريخ الأغنية التونسية، هذا بدون، والعربية زادة، واللي ما عجبوش أموره. هذا شرف لي برشا اللي نقف مع سي نور الدين الباجي ونغني معاه، وبالمناسبة نقدم له تحية برشا، وإن شاء الله كله قدمنا حاجة مزيانة برشا. لونك شعبي يعني بدوي، كيفاش انسجمت مع نور الدين وصول موجه لكم الزوز؟ معناتها كيفاش لقيتوا رواحكم؟ انا عجبني قبيلك الموال في طرفها حور وندرش، وبعد يما ناس مردوني ما صدقتش، قلت ليه شنو هذا؟ فما دونك فما اجتهاد، فما بحث، فما ريشيرش. يعني باش نقول لك حاجه خويا علاء، انه الجمهور التونسي ماهوش عنده معلومات كبيره على الفن الشعبي نتاع اسماعيل الحطاب اللي هو اصلا عراقي. عراقي كيفاش هذه؟ يعني المقامات هذه عراقيه، انه وقت اللي تقول انه اسماعيل الحطاب يغني هنك اخر غير الشعبي نتاعنا نحن، انه هنك عراقي اصلا، هو هنك عراقي والتونس بعد بطول المده بطول كذا وتغير وتغير فهمتي، وزاد بالاضافات وبدا يعطي دونك. يعني الراجل هذا احترمته لانه مشى للصحيح.